هل يمكن أن يعود الزمن إلى الوراء؟ عالم الأفلام قدم لنا آلة خيالية تتيح ذلك. أما الحاج سعد فقد أجاب عن السؤال عبر هذا المحل الواقع في قلب بغداد بمنطقة الميدان، محل بل متحف للصور التراثية. يقول سعد أنه ورث هواية تكبير وتأطير الصور عن أبيه قبل 40 عاما. أنا سعد أبو أثير، يعني صار لي بحدود 40 سنة، يعني هاي شغلة متوارثة، صور وأرشف تاريخ العراق، أرشف الأحداث المر بها العراق من تظاهرات سياسية ومن حكومات وانقلابات وتصوير ساحات وصور عن الشخصيات العراقية، رياضية، سياسية، أدبية، شعر. كل شيء هنا ينتمي إلى السنوات الماضية، حتى رائحة المكان. أرشيف تاريخ العراق معلق على جدرانه، تدخله وكأنك تغادر زمنك الحاضر وتطوف في أزمان ماضية. محل بات مقصد السياح والمواطنين من مختلف المحافظات، سواح عرب وأجانب يأخذون صور، وحتى عندنا هنا بالمحافظات العراقية اللي زين القهوة، زين المطعم، المكاتب، البيوتات البغدادية كلها مزينة بهذه الصور، الفنانين، مطربين، سياسيين. الضابط والشاعر والفنان جنبا إلى جنب في هذا المحل الصغير الذي يحمل اسم بلاد ما بين النهرين، محل يختزل ذاكرة أجيال كاملة. في بلاد ما بين النهرين صور لقصص وشخصيات تعود إلى الزمن القديم، محل ككتاب تاريخ تقلب بصفحاته حقبا من الماضي، وكأنه متحف ولكن بطريقة مغايرة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.